كولر قال لك ايه بعد المباراه؟ لا ما اتكلمناش والله خالص، احنا احتفلنا، في ناس حتى والله ما لحقتش اسلم عليها، وبعدين الحمد لله كمان النهارده ابويا وامي اول مره يحضروا لي ماتش مش من وانا صغير، وما حضروش ماتش ارسنال من وانا صغير، اول مره خالص خالص، فالحمد لله كنت مبسوط. ويمكن انا قلت للسلايه قبل الماتش امبارح بالليل، قلت له ابو ليلى، بعت له كده على الواتساب، قلت له بقول لك يا ابو ليلى انا ابويا وامي جايين بكره وعايز افرحهم، يعني اخويا على طول بيجي، اخويا على طول بيجي لي كل الماتشات، وهو كمان كان هنا النهارده، بس ابويا وامي دي في حد ذاتها حاله خاصه بالنسبه لي، وربنا يا رب يخليهم ليا. وبرده هم خد بالك يعني لو الواحد بيستحمل كتير هم بيستحملوا اكتر بكتير، الكلام ده ساعات بيبقى مش ساعات بيبقى مؤذي ليهم، في الاول وفي الاخر هم عايزين يشوفوك في احسن حته زي ما عايزين بيتمنوا الخير لاي حد، فان هم بيستحملوا كلام وبيبقوا شايفينك انت مثلا بتتعب والناس جايه عليك هم نفسهم اصلا بيزعلوا، فالحمد لله ربنا كريم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وابدا، في الاول وفي الاخر فضل وكرم من ربنا، وهفضل الحمد لله من هنا لغايه اخر يوم في عمري الحمد لله. الحمد